إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بكم في قناة صحة وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمة. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة فيديوهات التوعية الصحية اللي ابتديناها مع بعض على قناة الصحة والتخسيس. الناس اللي أول مرة تشوفنا يا جماعة في القناة، القناة بتقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات خاصة بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. الناس اللي تابعتنا ومتابعانا حلقة بحلقة عارفين إن الحلقة اللي فاتت نزلنا نظام غذائي للمرأة الحامل. اتكلمنا فيه يا جماعة على نصائح غذائية مهمة جدا لأي ست حامل، واتكلمنا كمان يا جماعة على بعض الأطعمة الممنوع ان الست الحامل تتناولها، او قيدنا بمعنى اصح قيدنا بعض الأطعمة بكميات محددة ومعينة. ياريت يا جماعة الناس اللي ما تفرجتش على الحلقة دي، قبل ما تتفرج على الحلقة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي ترجع تتفرج على الحلقة اللي انا بقول لكم عليها، وترجع بعد كده تكمل معايا. ياريت يا جماعة لو عجبتنا الحلقة نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. وياريت يا جماعة ما ننساش نشير القناة لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. النهاردة يا جماعة هنكمل نظام غذائي للمرأة الحامل اللي غالبا ما هنبدأ فيه من الشهر الثاني. هتقولي لي ليه يا دكتور هتبدا من شهر تاني ما بتبتديش ليه نظام غذائي من الشهر الاول؟ لان غالبا يا جماعه المراه ما بتكتشف نفسها انها حامل في الشهر التاني. طيب الاول قبل ما ابدا، في الست الحامل بيجي لها شعور بالغثيان والحرقان. الاول خلينا في موضوع الغثيان والقيء، ده غالبا ما بيجي في 3 شهور الاولانيه ونادرا ما بيستمر للشهر الرابع، وبيبقى شعور غالبا بالغثيان بنسميه المورنينج سيكنس اللي هو الغثيان الصباحي اللي هو الخاص بالحمل، تمام؟ وغالبا ما بيبقاش فيه ترجيع، لكن في بعض الناس بيبقى فيه ترجيع، تمام يا جماعه؟ طيب الحل في الموضوع ده، انا ما بقولش ادويه يا جماعه، انا بقول احل الموضوع ده ازاي عن طريق نظام غذائي. الحل يا جماعه ان انا اكل وجبات على مدار اليوم 5-6 وجبات صغيرين، وفي نفس الوقت ما اكلش 3 وجبات رئيسيه، والوجبات دي يا جماعه تكون منخفضه في محتواها الدهني خاصه الدهون غير الصحيه والسكريات والنشويات والكربوهيدرات بصفه عامه. تاني حاجة عشان أقلل موضوع المورنينج سيكنس أو الغثيان الصباحي المصاحب للحمل، بعدم إن أنا ما كترش من شرب السوائل والمية يا جماعة خلال الوجبات، يعني أثناء ما أنا باكل ما شربش لا سوائل ولا مية. ليه يا جماعة؟ لأن ده بيزود لي المورنينج سيكنس أو الغثيان الصباحي. طيب اشرب امتى؟ اشرب قبل الوجبات وبعد الوجبات، لكن اثناء الوجبات ما ينفعش يا جماعه. طب بالنسبه للحرقان يا دكتور ايه الحل بتاعه في الحمل؟ بصوا يا جماعه، الحرقان ان انا ابتعد عن الاطعمه المحتويه على بهارات حاره زي الشطه والاطعمه المسبكه يا جماعه. عندك الاطعمه اللي هي فيها مكونات كتير جدا زي الكشري، الحاجات دي كلها يا جماعه، والمحشي، الحاجات دي كلها يا جماعه بتثير الحمض اللي موجود في المعده فبتزود لي الحرقان بتاع المعده. قلنا بدايه الحمل بتكتشفها المراه من الشهر الثاني. الشهر الثاني ايه الحاجات اللي تهتم بيها المراه في اثناء الحمل؟ اول حاجه يا جماعه تهتم بتناول الاطعمه اللي فيها نشويات، يعني بسكويت، كعك، العيش، المكرونه، البطاطا الحلوه، الرز. دي الحاجات اهم حاجه عندها في الشهر الاولاني النشويات يا جماعه، عشان خاطر الترجيع والاحساس بالترجيع والاحساس بالدوخه بتاعت الحمل في الشهر الثاني بتبقى زياده شويه. بعد كده يا جماعه لازم تهتم المراه الحامل في الشهر الثاني ان هي تاكل وجبه كامله قبل النوم، مش قبل النوم مباشره، لا، علشان خاطر برضو المعده ما تتعبش، قبل النوم بساعتين او 3. طب زي ايه مثلا يا دكتور؟ مثلا كوبايه لبن كامل الدسم، قطعه توست او رغيف عيش بلدي مع حته جبنه بيضة، تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي هي تهتم بيها المرأة في الغذاء في النظام الغذائي الصحي بتاعها خلال الشهر الثاني. طيب خلال الشهر الثالث يا دكتور
لازم يا جماعة المرأة الحامل تاكل كمية كافية من الفواكه والخضروات. ليه يا جماعة؟ لأن الخضروات والفاكهة ليها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الصحية والفيتامينات والمعادن. ونخلي بالنا إن في الشهر الثالث أقل حاجة 3 كوبايات لبن على مدار اليوم يا جماعة، تمام؟ طيب خلال الشهور الثلاثة الأولى، الأول والثاني والثالث، ما يتوقعش من سيادتك أي إنك أنت تزيدي أي زيادة في الوزن. ونظامك الصحي لازم يبقى شامل مجموعة متنوعة من مجموعات الغذاء الرئيسية: فواكه، خضروات، بروتينات، نشويات، منتجات ألبان. كل العناصر الغذائية لازم تبقى متوفرة من خلال المجموعة المتنوعة من العناصر الغذائية اللي احنا سميناها دلوقتي. تاني حاجة نخلي بالنا في الشهور الثلاثة الأولى زي ما قلنا من شوية، في شوية إعياء، في شوية تقيؤ يصاحبها طبعا فقدان للشهية، وبالتالي كترنا واهتمينا في الشهر الثاني خاصة من الأطعمة النشوية أو الكربوهيدرات بصفة عامة. طيب لما قلنا دلوقتي يا جماعة أهم حاجة في الشهور الثلاثة الأولى كمان لازم أكتر من الحاجات الغنية بحمض الفوليك أسيد. هو ايه الفوليك اسيد ده يا دكتور؟ تقريبا لو في حد يعني لو واحده حصل لها حمل قبل كده ومخلفه مثلا 1 او 2، اكيد عارفه ان الدكتور بيكتب لها حمض الفوليك يا جماعه. حمض الفوليك يا جماعه حاجه مهمه جدا لنمو الجنين وبتحميه من تشوهات حاجه اسمها الانبوب العصبي، النيورال تيوب ديفكتس. طيب موجود فين طب يا دكتور ده لو احنا مش عايزين ناخده في صوره مكمل غذائي؟ موجود يا جماعه في الخضروات الورقيه الداكنه، موجود في السبانخ، موجود في البقوليات زي الفاصوليا والعدس، موجود في اللوبيا والبازلاء والحمص، موجود في عصير البرتقال، موجود في البروكلي، موجود في الافوكادو. بننصح بعد ما تاكل المكونات دي كلها او تضمها لوجباتك الغذائيه، بننصح برضو بتناول حمض الفوليك 4 من 10 مللي جرام يوميا، يعني قرص واحد يوميا من حمض الفوليك من الشهر الاول في الحمل. ولو حد ما عرفش ان او حد بيخطط للحمل يستحسن ياخده قبل الحمل ب3 شهور، لانه زي ما قلت لكم هو حاجه مهمه جدا بتحمي من عيوب الانبوب العصبي الخاص بالجنين اللي هو النيورال تيوب ديفكتس. ايه النصائح بتاعت الاغذيه الشهر الرابع؟ الشهر الرابع يا جماعة نكتر من الحاجات اللي فيها الحديد ونتجنب الحلويات عشان الزيادة في الوزن المفروض ان هي بتبتدي من الشهر الرابع. الفطار مثلا ممكن يكون كوباية لبن كامل الدسم معاها شوية تمر او حبتين موز، تمام يا جماعة. الغداء ممكن يكون خضار من النوع اللي انت بتحبيه معاها لحمة او فراخ. العشاء ممكن يكون شوربة خضار معاها فراخ معاها رغيف عيش واحد، تمام. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت العشاء يبقى قبل النوم ب2 او 3. الشهر الخامس والسادس يا جماعة نركز قوي على الأغذية المحتوية على الكالسيوم، ونقلل برضو الحلويات لان برضو بيستمر يبتدي معانا الزيادة في الوزن من الشهر الرابع لحد آخر يوم في الحمل. واحيانا بيتوصف لنا اقراص الفيتامينات والحديد، هو مش احيانا، معظم الناس بيتوصف لها اقراص الفيتامينات و المعادن. ده بالنسبة للحاجات اللي نركز عليها بدءا من الشهر الرابع والخامس والسادس. طب يا جماعة بداية من الشهر السابع يا جماعة لازم نهتم بالأطعمة اللي محتوية على بروتينات. زي ايه يا دكتور؟ عندي اللحوم، الفراخ، البيض، البقوليات كلها يا جماعة. ليه؟ لان هي بتحتوي طبعا على كميات عالية من البروتين، والبروتين في الفترة دي بدءا من الشهر السابع بيبقى مهم لتكوين أنسجة الجنين وعضلاته. كمان الحليب يا جماعة والمنتجات الغنية بالكالسيوم المهمة لتكوين عظام الجنين ومنع إصابة الحامل بهشاشة العظام. بداية من الشهر السابع يا جماعة لازم نخفف الشعور بالحرقة والانتفاخ والإمساك اللي هيصيب الأم، ده أكيد يا جماعة نتيجة زيادة حجم الجنين. وعشان كده لازم نبعد عن أي حاجة مقلية أو حلويات بتحتوي على ألوان صناعية، طبعا بتبقى ضارة للأم أثناء الحمل وضارة للجنين. التغذية في الشهور الأخيرة من الحمل يا جماعة لازم أكتر من مصادر الكالسيوم زي ما لسه قايل لكم ومشتقاته. ليه؟ يعني عندي الألبان والجبن لازم نكتر منها يا جماعة، لأن المحافظة على صحة العظام بتاعت الأم الحامل، وعلشان كمان في نفس الوقت إحنا بنكون الحليب
للي هيستخدم في الرضاعة، لأن خلاص الأم هتولد، يعني احنا في الشهور الأخيرة، وبالتالي لازم برضو عشان أقلل الشعور بالحرقة والانتفاخ والإمساك أقلل برضو من الأطعمة الدسمة والمقلية، لأن بتسبب زيادة في وزن الجسم بسبب الدهون وتزود لي كمان الشعور بالحرقة الزايدة. طيب يا جماعة، اختصارا للموضوع بتاع الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، المرأة الحامل لابد إن هي تركز في أثناء الحمل بتاعها في الأكلات على الفواكه والخضروات، لأن هي بتحتوي على الفوليك، وإحنا لسه قايلين أهمية الفوليك، وبتحتوي كمان على فيتامين سي. الست الحامل يا جماعة بتحتاج يوميا 70 مللي جرام فيتامين سي. طب موجود فين يا دكتور؟ موجود في البرتقال، موجود في الجريب فروت، موجود في الجوافة، موجود في الخضار، موجود في البروكلي، موجود في الطماطم، موجود في الفلفل بجميع أنواعه. تمام، يبقى دي اول حاجه الفواكه والخضروات يا جماعه. تاني حاجه الخبز والحبوب. العيش يا جماعه يا ريت يكون مصنوع من القمح الكامل اللي هو بالرده بتاعته، والحبوب اللي هي كامله يا جماعه زي البقوليات اللي هي العدس، البازلاء، الفول، الحمص، اي حاجه الحبوب بتاعتها كامله يا جماعه مفيده جدا، لان هي تعتبر مصدر الطاقه الرئيسي للحامل، وبتحتوي كمان على الحديد وفيتامينات ب، وبتحتوي على البروتينات. الخبراء يا جماعه بيوصوا الناس الحوامل بتناول ما لا يقل عن 27 جرام يوميا من البروتينات. طب موجود فين يا دكتور؟ موجود في اللحوم يا جماعه، موجود في الفراخ، موجود في الديك الرومي، موجود في الاسماك، موجود في المأكولات البحريه كمان كلها، ولكن زي ما قلت الحلقه اللي فاتت لازم نتجنب الاسماك اللي بتحتوي على كميات كبيره من الزئبق، لان هي ممكن تسبب لي تسمم حاد في الحمل. تمام يا جماعه؟ طيب نركز كمان يا جماعه ثالث حاجه عليها، مجموعه منتجات الالبان في طعام الست الحامل. ليه يا جماعه؟ الست الحامل يا جماعه بتحتاج 1000 مللي جرام من الكالسيوم يوميا، ده ضروري لبناء الاسنان والعظام بتاعت الجنين، ومهم لوظيفه العضلات كمان والاعصاب للام وللجنين، فبالتالي الكالسيوم عنصر مهم. طيب الجنين يا جماعه في مرحله النمو بتاعه هياخد الكالسيوم من الام، سواء موجود فيه كالسيوم في الدم ولا مش موجود. مش موجود، لو نقص هياخده من العظام والاسنان بتاعت الام، يعمل لها مشكلات مستقبليه زي هشاشه العظام، ويعمل لها مشكله في اسنانها، ممكن اسنانها تقع. طيب زي ما قلت لكم الكالسيوم موجود في الحليب والجبن والزبادي، وايضا موجود يا جماعه في الخضروات والمأكولات البحريه والبقوليات. نخلي بالنا يا جماعه اسماك البحر وملح البحر مصدر مهم جدا لليود، ده بيساعد طفلك على النمو والتطور، عشان الطفل ينزل ما عندوش مشاكل في النمو لا في الطول ولا عنده مشاكل في الغده. في مجموعه مكملات من مكملات غذائيه في النظام الغذائي بتاع الحامل، اي دكتور نسا حضرتك متابعه معاه لازم يكتب لك مجموعه من الفيتامينات تبقى متاخده، وفي دكاتره للناس اللي بتتابع علشان يحصل حمل من الاول بتكتب فيتامينات ما قبل الولاده، ولكن خلينا في الفيتامينات اللي هي معظمها بتتكتب اثناء الحمل يا جماعه. الفيتامينات دي انا مش هقول اسماء معينه، انا هقول انواع الفيتامينز اللي موجوده جوه المكمل الغذائي. زي ايه يا جماعه؟ الحامل يا جماعه لازم تاخد على الاقل يوميا 10 مايكرو جرام من فيتامين د يوميا، الكلام ده طول فتره الحمل من اول يوم لاخر يوم في الحمل. وممكن تحتاج ان هي تاخد اقراص، واحيانا طبعا كلنا من الاطباء بيدوا الاقراص المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على الحديد والكالسيوم، وبيبقى فيها فيتامين سي وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم والزنك واليود وفيتامين اي. الحاجات دي كلها يا جماعه بتبقى موجوده في المكملات الغذائيه اللازمه للحامل. نخلي بالنا يا جماعة، أنا قلتها الحلقة اللي فاتت بس هركز عليها تاني، الإكثار من فيتامين ألف النوع النباتي، لأن النوع الحيواني اللي موجود في الكبدة فيه بيحتوي على مادة الريتينول، ودي لو اتاخدت بمستويات عالية جدا يا جماعة بتسبب تشوهات للجنين وبتبقى ضرر للأم والجنين. طيب الفيتامين ألف النباتي إيه العناصر اللي موجودة فيه؟ يعني نجيبه منين يا دكتور، او ايه اللي ناكله علشان نحصل على فيتامين الف
من مصدر نباتي عندك الخس الاخضر، عندك السبانخ، عندك السبانخ، السبانخ يا جماعه الناس كلها عارفاها يعني، الفلفل الاحمر، الجزر، اللفت، الحاجات دي كلها يا جماعه بتحتوي على كميات كبيره من فيتامين الف النباتي اللي محتاجاه الست ودون الست الحامل وبدون اي ضرر على لا عليها ولا على الجنين. كده يا جماعه اكون وصلت لنهايه الحلقه، انا لميت النظام الغذائي للحامل في حلقتين، الحلقه اللي فاتت ودي الحلقه الثانيه. يا ريت يا جماعه اي ست حامل او اي حد عارف ان في واحده ست حامل يا ريت يبعت لها الحلقه دي والحلقه اللي فاتت عشان تستفاد بيها. في نهايه الحلقه بشكر كل الناس اللي معايا على القناه، بشكركم على متابعتكم ليا. يا ريت لو في ليكم اي كومنتات يا جماعه يا ريت تحت الفيديو، انا اتشرف بتعليقاتكم، هرد على كل التعليقات. يا ريت يا جماعه لو عجبتنا الحلقه نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه الصحه والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمت. الف سلامه.